اهلا بيكم. انتهاء اليوم الثاني من امتحان الثانويه العامه للمواد غير المضافه في اجواء هادئه. ادى صباح اليوم طلاب الثانويه العامه بشعبتيها الادبيه والعلميه على مستوى الجمهوريه في ثاني ايام امتحانات الدور الاول للعام الدراسي 21/22 الامتحان في مادتي الاقتصاد والاحصاء، في حين ادى طلاب الثانويه العامه المكفوفين الامتحان في ماده التربيه الوطنيه. الامتحانات تمت في أجواء هادئة بعيداً عن أي توتر أمام 2089 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادة الإحصاء والاقتصاد بإجمالي عدد 707 ألف طالب و992 طالب وطالبة. الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان أكد قبل بدء الامتحان على أهمية التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات للتعامل الفوري مع أي مشكلة قد تطرأ فجأة. الدكتور حجازي قال كمان إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة ومرورا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم